بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. المجزرة الأليمة التي حدثت في منطقة الحولي في مدينة تل دو راح ضحيتها 108 أشخاص، وهذا الطفل الذي بقي بين أهله، فكان الجيش يعتبره أنه أطلق النار عليه ولم يصبه، فبقي بنفسه منبطحا بين الموتى، ثم خرج بعد أن ذهبوا. شو اسمك أنت يا عمو؟ علي السيد. علي السيد، شو اسم أبوك؟ علي السيد. علي عادل السيد، احكي لنا أنت شو اللي صار معكم؟ كان يوجد دبابات خارج بيتنا في الطريق يضرب علينا بالرشاشات. كان في دبابات موجودة بالطريق؟ توقف الدبابة ونزل منه جنود فاتوا على بيتنا، كانت الدبابة عم ترش. دبابات عم ترش ونزل جنود وفاتوا على بيتكم. ايه. كيف دقوا الباب ولا كيف فاتوا لجوا؟ استلقات على الباب على ذاك قفل. وفاتوا لجوا؟ شو سووا مش فاتوا لجوا؟ اعتقلوا اخويا شوقي وكان عمي عنا وذاك. شو اسم عمك؟ عمي عقبة. وعمك الثاني شو اسمه؟ عم عارف. اعتقلوهم كلهم؟ اعتقلوهم وكمان شوقي. اعتقلوا عمامك واخوك شوقي. ايه. وشو اللي صار بعدين؟ بعدين لما عيطت عليهم اخذوا اخويا شوقي وعمي. اجا فات الجيش صرت امي ذاك تفزع منه اللي شمعينه عليه وقال بدي اقوصوه، بعدين قوصوه 5 طلقات، بعدين طلع عمل بالبيل هيك عرش قوص براسه. بعدين اجا اخويا ندوره وحده هون ضربه هون وضربه هون، بعدين كنت انا متغطي يشال عنا الغطا وضربني بحده بس جيت سجايه هون. قوصك ليلك؟ ايه سجدت الضربة حدك. اجت الضربة حدك، في شيء متصاوب منك؟ في شيء زايد شيء؟ فرجينا اياها. ايه، انت كيف عرفتن انه جيش مثلا مو عصابات او شيء؟ كانت الدبابة برا نزلوا منا. نزلوا منا وفاتوا. كم واحد اللي فاتوا لجوا وكيف اشكالهم؟ 11 واحد. في قسم منهم لابسين عسكري، قسم منهم مدني اصلعين ويلندقون شبيحة. كانوا عم يحكوا شيء قدامكم عبارات او ذكروا اسماء بعض منهم او شيء وعم بصيحوا، ولا بس عم بيقولوا اقتلوهم اقتلوهم؟ بعدين بعد ما قتلونا انا عملت هيك انقل على اسم الصاوي، بعدين سرقوا 3 تلفزيونات ومكنسه وكمبيوتر. طيب عمامك اثنين واخوك اللي اختطفوهم قتلوهم بنفس البيت ولا اخذوهم؟ اخذوهم اعتقلوهم. كيف عرفت انه ماتوا بعدين؟ باليوم الثاني شفت قناه الدنيا انه ميتين. عمي طلع انه قاتلين اولادهم ذاك عصابات مسلحة. شفتوا انت على قناة الدنيا عارضين انه عصابات مسلحة قتلت اولاده؟ ايه. ايه، انت شو بتقول انت بهذا الموضوع؟ بنطالب المجتمع الدولي ان يوقف القتل في سوريا وفي الحولة. ايه، شو حابب توجه كلمة للناس اللي عم تسمعك؟ كل شيء يسمعني لازم يعرف انه نحن عم نقتل بالبيوت وانت قاعدين. مجتمع دولة قاعد بس قاعد عم يحكي وما عم ينفذ شيء. حابب توجه شيء هسه للناس؟ لازم الناس يجاهدوا عشان هذاك ينفذوا كل شيء يعملوه يحكوه يحمونا. شفت حدا غيره انقتل انت بالشارع او شيء؟ كيف طلعت من البيت انت بعدين؟ طلعت من الباب عم ارجف، شفت على جثة اختي وجثة اخواتي وجثة امي على التخت. شفتهم كلياتهم؟ شفتهم كلياتهم. وكيف طلعت من البيت بعدين؟ ما كان في جيش وما كان في امن؟ لما راحوا قالوا بده يحرقوا البيت. ايه. انا وقتها فزعت. بعدين راحوا بالسياره، جيت انا طلعت من الباب رحت بيت عمي حفيان. وطلعت برات البيت وهربت؟ طلعت برات البيت. ما شاء الله يعطيك العافيه يا معلي. 25/5/2012.